المستشار العلمي لفضيله المفتي ومدير اداره البرامج بقناه الناس. فضيله الدكتور مجدي اهلا بيك. اهلا وسهلا يا استاذ حسن والساده المشاهدين، واجمل التهاني علينا كلنا يا رب. يعني يعني ماذا يعني يؤكد ان لسه العام الثاني على التوالي تفوز قناه الناس بهذه الجائزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اهني القائمين على قناه الناس جميعا، ودعني اهني مجموعه وشوشه والسيد علاء الكحكي والاستاذ احمد الهواري القائمين اللي كانوا نظموا، كانوا خير تنظيم وتكريم. واهني قناه اي ام سي اللي كانت الراعي الرسمي والمنظم لهذه الاحتفاليه الكبيره اللي كانت تضم يعني الفن كله والابداع والاعلام. ويعني واهني طبعا واشكر كل القائمين على اي دي ميديا وعلى قناه الناس من اصغر واحد لاكبر واحد، لانهم بالفعل يعني قاموا بمجهود عظيم في خلال العامين. واني وشوشه زي ما قلت كده عندها المعايير اللي واحصاءات ورصد، وخاصه الاستاذ حسن ان هذا التفضيل او هذا التكريم انما جاء من جمهور الناس. يعني وشوشه عندها بتاخذ راي جماهير الناس وليس راي نخبه فقط، وهذا شيء طيب، لاننا نريد احنا قناه الناس عاوزين كل الناس، عاوزين نوصل للناس كلها، وده الرصد اللي جه من قناه الناس، وده بيخلينا يعني يعظم او تعظم المسؤوليه، لان ده شيء مهم زي ما حضرتك قلتوا ان قناه الناس ما ينفع الناس. وان فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا لان شكرتم لازيدنكم، وبنعرف بس الامه المصريه والعربيه الاسلاميه ان الحاجه المفيده النافعه بتفضل وبتدوم، وكل الناس بتقدرها وكل الناس طبعا بتعرف قيمتها، وده من منطلق الحقيقه القرانيه، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لذلك انا بقول قناه الناس اللي اسباب تميزها في وجهه نظري، وانا ان شاء الله ما كنتش الشهاده مجروحه عشان خاطر انا مسؤول في قناه الناس، ولكن انا بقول بتجرد بصفتي مواطن مصري وبصفتي عالم من علماء الدين ان حضرتك بنحاول في قناه الناس بكل المقاييس. عاوزين الساده المشاهدين يعني يشاركوننا في هذا الامر، وهو كيف نجدد الخطاب الديني عمليا وليس بالكلام. نحن نريد بالبرامج وتنويعة البرامج اللي موجودة وعندنا أفكار وبنجلس وبناخد رأي الناس السوشيال ميديا وعن طريق النخبة وعن طريق أشياء كثيرة، إيه اللي أنتوا عاوزينه عشان نجدد الخطاب الديني حقيقة، لا أكون نجدد فقط وإنما حتى نرجع بالثقافة المصرية الحقيقية التي كان يعرفها الأجداد والآباء والأمهات من الهوية المصرية الحقيقية المرتبطة بمنظومة القيم والأخلاق، وهو الدين الحقيقي في نفوس المصريين. يعني هو ده تجديد الخطاب الديني. نحن لا نريد تجديد الخطاب الديني يعني كلاما فقط أو قولا فقط، وإنما عملا من خلال برامج تدعو إلى القيم، تدعو إلى الفضيلة، تأخذ الناس بالرحمة، تأخذ الناس إلى دين الله بالحب وليس بالإرهاب ولا الإرعاب ولا العنف أو التجديد. ودكتور مجدي يمكن كلمة موجزة سريعا حول نشاط قناة الناس، وإن كاميرا قناة الناس النهاردة موجودة في مناسبات كثيرة متعددة متنوعة، أصبحت يعني تقرب أحداث كثيرة للمشاهد في البيت بشكل فيه اللي بنقول عليه دايما المهنية الإعلامية الحقيقية، ودي برضو مش شهادة مجروحة، لا ده دي موضوع يمكن بيلمسه المشاهد وبنلمسه حتى من ردود أفعال الناس في الشارع أو في اماكن كثيره، ويمكن اقربها في معرض القاهره الدولي للكتاب. دكتور مجدي طبعا، وبعدين احنا الكاميرا هي العين المبصره وهي التي تصدق كل قول وليس الكلام بتاعنا. احنا الفعاليات الثقافيه بنروحها، الحالات الاجتماعيه بنروحها حضرتك، ولسه هنفتح المجال لحاجات اللي عندنا اشياء في فض المنازعات والروح المصوره، وعندنا مصورين حاجات حضرتك حصلت في القليبيه، حالات قتل وديات، وكله رصدنا هذا كله بالتعاون مع دار الافتاء المصريه. ازاي هم بيحلوا المشكلات اللي بقى لها سنين عويصه، حلوها في البحيره وفي القليوبيه وفي المركز
انا جنب مدينه السلام، وكل ده اتصور حضرتك على اساس ان احنا نوري الناس ان ازاي اخلاق المصريه والعرف المصري والمصريين بيعرفوا يحلوا المشكلات فيما بينهم، وقناه الناس راغبه لهذا حتى تعمم هذه التجارب الناجحه في فض المنازعات لاي حد زي المجالس العرفيه كده او حق العرب او زي ما بيسموه كده. وغير كده بقى الامور الدينيه، اي فعاليه دينيه ثقافيه، نحن لا نتوقف عند الدين المحض فقط، ولكن الاجتماعي في رابط هو الثقافي بالديني من ناحيه الاطار الاخلاقي وكذلك الاقتصادي. الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي فضيله المفتي ومدير اداره البرامج بقناه الناس، اكرر التهنئه و